أكد وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أهمية تضافر الجهود على الصعيد الرسمي الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين جميعا لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المجتمع. وأشار الوزير الأصبحي في كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية ألقاها اليوم في افتتاح ورشة عمل نظمتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ومؤسسة إنجاز للتنمية بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ضمن مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية. أشار إلى أن اليمن كان من الدول السباقة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعتبر أول صك عالمي ملزم قانونا لمكافحة الفساد. رغم نجاح الخطوات الأساسية لمكافحة الفساد قبل سنوات وتحديد الآليات الوطنية والتشريعات القانونية، إلا إن الواقع بقي دوما يحمل تحديا كبيرا ويحتاج منا جميعا إلى وقفة مجتمعية جبارة. نحكي الآن عن ما كان إنجازات من الآليات، ونرجع ونقول بأنها لم تعد تمثل الحلم الذي كان أو البداية التي كانت عليه قبل سنوات. إن الفساد ليس مجرد سلوك خاطئ، ولكنه جريمة خطيرة تضعف المجتمعات. الفساد يعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويزيد الفقر، يضعف النظم التعليمية والصحية، ويحرم الناس من حقوقهم في الحياة الكريمة.